هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة؟ هل يجوز أن تخرج بالمكياج؟ لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلا عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر، المكياج الفاسد. متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل الله به من سلطان؟ المكياج هذه لغة ما نعرفها لا نحن ولا أباؤكم من قبل، وإنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء فاسقات نساء أوروبا. فتشبهت نساؤنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهو المكياج. فلا يجوز للمرأة، وهذا الحقيقة من المفارقات العجيبة، في الطريق نرى امرأة متحجبة حجابا لا بأس به، لا أقول الحجاب الشرعي، شادها ما يسمونه بالإشار أو الخمار، وهذا هو اللفظ العربي، مغطي شعرها ومغطي عنقها إلى آخره، لكن مبودرة ومحمرة. هذا ضد هذا، أمران نقيضان متنافران لا يجتمعان. ما هو السبب؟ هو أحد شيئين، إما الجهل والغفلة عن حكم الشرع، وإما هو من اتباع النساء لوساوس الشيطان. لذلك نحن نذكر أولا النساء التي ابتلينا بهذا المكياج، ثم ثانيا نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. ولذلك فالمثل العربي أو العامي يقول: الفرس من الفارس، الفرس من الفارس. فأنت زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لها أن تخرج بهذه الصورة التي تفتن الكهولة فضلا عن الشباب. وأنت مفروض أيها الرجل، أيها الأب، أيها الأخ، أن تكون غيورا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يدخل الجنة ديوث. لماذا؟ ما هو الديوث؟ هو الذي لا يغار على أهله.